دعونا نقوم بحل بعض المعادلات التربيعية عن طريق التحليل إلى العوامل. دعونا نفترض أن لدي x تربيع زائد 4x يساوي 21. ربما أن دافعك الآن أن تحاول استخراج x كعامل مشترك وتجعل المعادلة مساوية ل21، وهذا لن يقودك إلى الحل الصحيح، وربما سينتهي بك المطاف لأن تقوم بشيء لا يعتبر مرضيا. ما تحتاج لفعله هنا هو أن تضع العبارة التربيعية كلها على جانب واحد من المعادلة. سوف نفعل هذا ونضعها على الجانب الأيسر، لذا دعونا نطرح 21 من طرفي المعادلة، بالتالي يصبح الجانب الأيسر x تربيع زائد 4x ناقص 21، ومن ثم يقتصر الجانب الأيمن على 0. والطريقة التي ستستخدمها لحل هذه المعادلة التربيعية، لدينا عبارة تربيعية تساوي 0، وطريقة حلها هي أن تقوم بتحليلها إلى عواملها وتقول كل من هذه العوامل يمكنها أن تساوي 0. إذن كيف نقوم بتحليلها؟ لقد رأينا في العرض الأخير أنه كان علينا أن نجد عددان يكون حاصل ضربهما ناقص 21 ومجموعهما يساوي 4. هذا سيكون A زائد B يساوي 4. بما أن حاصل ضربهما يكون سالب فيجب أن تكون إشارتهما مختلفة، لذا دعونا نرى العدد الذي سيظهر أمامي هو 7 و3. إذا كان لدي ناقص 7 وموجب 3 سأحصل على ناقص 4، لذا دعونا نضع موجب 7 وناقص 3. إذن A و B هما موجب 7 وناقص 3. عندما أخذ حاصل ضربهما سأحصل على ناقص 21، عندما أخذ مجموعهما أحصل على موجب 4. لذا بإمكاني أن أعيد كتابة هذه المعادلة هنا، يمكنني أن أعيد كتابتها كالتالي: x زائد 7 مضروبة في x ناقص 3 تساوي 0. والآن يمكنني أن أحل هذا بأن أقول: انظر، لدي مقداران حاصل ضربهما يساوي 0، هذا يعني أن واحدا منهما أو كلاهما يجب أن يساوي 0، هذا يعني أن x زائد 7 يساوي 0، ذلك x، أو أن x ناقص 3 يساوي 0. بإمكاني أن أطرح 7 من طرفي المعادلة وسأحصل على x تساوي ناقص 7، وهنا يمكنني أن أضيف 3 لطرفي المعادلة وسأحصل على x تساوي 3. كل من هذه الأعداد تعتبر حلولا لهذه المعادلة، يمكنك أن تجربها. إذا أخذت 7 فإن ناقص 7 تربيع تساوي 49، ناقص 7 ضرب 4 تساوي ناقص 28، وهذا حقا يساوي 21. وسأدعكم تجربوا الثلاثة بأنفسكم. في الواقع دعونا نقوم بذلك: 3 تربيع تساوي 9 زائد 4 ضرب 3 تساوي 12، 9 زائد 12 تساوي 21. دعونا نقوم بحل المزيد من الأمثلة. لنفترض أن لدي x تربيع زائد 49 زائد 49 تساوي 14x. مرة أخرى، عندما ترى شيئا كهذا اجعل جميع العبارات على جانب واحد من المعادلة كي تحصل على صفر على الجانب الآخر. تلك هي الطريقة الأفضل لحل معادلة تربيعية. لذا دعونا نطرح 14x من كلا الطرفين، يمكننا أن نكتبها كالتالي: x تربيع ناقص 14x زائد 49 تساوي 0. بكل وضوح فإن 14x ناقص 14x تساوي 0، هذا المقدار يساوي 14x ناقص هذا المقدار. الآن علينا فقط أن نفكر فيما هما العددان اللذان عندما أخذ حاصل ضربهما أحصل على 49، وعندما أخذ مجموعهما سأحصل على ناقص 14. إذن أولا يجب أن تكون لهما نفس الإشارة لأن هذا عدد موجب،
وكلاهما سيكونان سالبان لأن مجموعهما سالب. ويوجد هنا شيء مثير للاهتمام، أن 49 عبارة عن مربع كامل، عوامله هي 1, 7, و49. ربما أن 7 سينجح، أو بشكل أفضل ربما أن -7 سينجح، وهو كذلك. -7 ضرب -7 يساوي 49، و -7 زائد -7 يساوي -14. لدينا هذا النمط هنا، حيث أن لدينا 2 ضرب عدد ما، ومن ثم لدينا مربع العدد هذا مربع كامل. x-7 مضروبة في x-7 تساوي 0. لا أريد أن أنسى ذلك، أو يمكننا أن نكتب كالتالي: x-7 تربيع تساوي 0. إذا كان هذا ثنائي حدود ويشكل مربعا كاملا، وإذا كان x-7 تربيع يساوي 0، نأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين ونحصل على x-7 تساوي 0. أعني أنه يمكنك أن تقول أن x-7 تساوي 0 أو x-7 تساوي 0، لكن هذا سيكون فائض عن الحاجة. إذا نحصل على x-7 تساوي 0، نضيف 7 لكلا الطرفين ونحصل على x تساوي 7. لدينا حل واحد هنا. دعونا نقوم بحل واحدة أخرى باللون الوردي. لنفترض أن لدينا x تربيع -64 تساوي 0. الآن يبدو أن هذا شيء مثير للاهتمام. ربما سيقرع جرس في رأسك يوحي لك بالحل. لا يوجد هنا عبارة x، لكن يمكننا أن نعتقد أن لدينا عبارة x. يمكننا أن نعيد كتابتها كالتالي: x تربيع زائد 0 مضروبة في x -64. إذن في هذه الحالة يمكننا أن نقول: ما هما العددان اللذان عندما أضربهما أحصل على 64، وعندما أجمعهما أحصل على 0، وعندما أخذ حاصل ضربهما سأحصل على عدد سالب. هذا A ضرب B، إنه عدد سالب. إذن هذا يجب أن يعني أن إشاراتهما مختلفة، وعندما أقوم بجمعهما أحصل على 0. هذا يجب أن يعني أن A زائد ناقص B يساوي 0، أو أن A تساوي B، وبهذا نكون نتعامل مع العدد نفسه. نحن نتعامل مع نفس العدد، الصورة السالبة لكل منهما. ماذا يمكن أن يكون؟ حسناً، إذا كنا نتعامل مع نفس العدد وهما سالبان، فإن 64 عبارة عن 8 تربيع، لكنه -64، لذا ربما نحن نتعامل مع -8، والآخر الذي نتعامل معه هو -8، وإذا جمعناهما سنحصل على 0. لذا يمكن أن تكون x-8 مضروبة في x+8. الآن لا يتوجب عليك دائما أن تمر بهذه العملية التي قمت بها. ربما أنك بالفعل تتذكر أنه إذا كان لدي a+b مضروبة في a-b، فإن هذا يساوي a تربيع ناقص b تربيع. فإذا رأيتم شيء كهذا ويتلائم مع هذا النمط، أي A تربيع ناقص B تربيع، فيمكنكم أن تقولوا مباشرة أن هذا يساوي A زائد B، A تساوي X و B تساوي 8 مضروبة في A ناقص B. دعونا نقوم بحل أمثلة أكثر عمومية، ولن أخبركم ما هو نوعها. دعوني أبدل الألوان، قد أصبح هذا رتيبا. دعونا نفترض أن لدينا x تربيع -24x+144 تساوي 0. حسنا، 144 بكل وضوح عبارة عن 12 تربيع، وهذا بكل وضوح يساوي 2 ضرب 12.
أو أن هذا عبارة عن ناقص 12 تربيع، إذا هذا ناقص 12 ضرب ناقص 12، هذا ناقص 12 زائد ناقص 12. إذا يمكن إعادة كتابة هذه العبارة كالتالي: x ناقص 12 ضرب x ناقص 12 أو x ناقص 12 تربيع، وسوف يكون هذا مساويا لصفر. هذا يساوي صفر عندما x ناقص 12 تساوي صفر. يمكنك أن تقول أن أي من هذه تساوي صفر، لكنها متساوية على أي حال. نضيف 12 لطرفي المعادلة ونحصل على x تساوي 12. وقد أدركت ذلك من هذه المسألة الموجودة في الأعلى والتي قمت بتحليلها، لكنني في الواقع لم أقم بحل هذه المسألة، إذن هذا يجب أن يساوي صفر. دعونا نأخذ خطوة للوراء إلى هذه المعادلة، والطريقة الوحيدة التي تجعل من هذه تساوي صفر هي إذا كان x ناقص 8 يساوي صفر أو x زائد 8 يساوي صفر. إذا نضيف 8 لكلا طرفيها ونحصل على x تساوي 8. نطرح 8 من كلا الطرفين ونحصل على x تساوي ناقص 8. دعونا نحل مثال آخر حتى ندرك الفكرة تماما. لنفترض أن لدينا 4x تربيع ناقص 25 تساوي صفر. ربما أنك قد رأيت هذا النمط بالفعل، هذا A تربيع وهذا B تربيع. لدينا نمط A تربيع ناقص B تربيع. في هذه الحالة A تساوي 2x، هذا 2x تربيع، و B تساوي 5. إذا كان لديك ناقص B تربيع فإن هذا سيساوي A زائد B مضروبة في A ناقص B. في هذه الحالة هذا يعني أن 4x تربيع ناقص 25 ستكون عبارة عن 2x زائد 5 مضروبة في 2x ناقص 5، وبالطبع أن هذا يساوي صفر. وهذا يساوي صفر فقط إذا كان 2x زائد 5 يساوي صفر، أو 2x ناقص 5 يساوي صفر. ومن ثم يمكننا أن نحل كل واحدة من هذه. نطرح 5 من كلا الطرفين ونحصل على 2x تساوي ناقص 5. نقسم كلا الطرفين على 2، بإمكانك أن تحصل على حل واحد وهو ناقص 5 تقسيم 2. هنا تضيف 5 لكلا الطرفين وتحصل على 2x تساوي 5. نقسم كلا الطرفين على 2 فنحصل على x تساوي 5 تقسيم 2. إذن كل منهما يحققان تلك المعادلة.